السلام عليكم متابعيني اليوم السابع. احنا النهارده معانا ام ادري او ام عوف مثال الست المصريه المكافحه، نزلت هنا في مصمت في رود الفرج وبتساعد جوزها وكده. عايزين بقى نسمعها ونعرف قصتها. بقالي مع زوجي هنا 23 سنه، عندي 4 اولاد، ولدين وبنتين. انا من شارع الجسر ده في رود الفرج. انا عايشه هنا اصلا، انا من المنطقه نفسها، انا من المنطقه نفسها. كنت انا جارت زوجي هنا في الشارع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي دوت، وهو طبعا اتعرفنا على بعض عن طريق برضو المحل والعربيه والبيع والشراء وكده. انا شغاله معاه من حوالي 23 سنه، بس انا مش على العربيه من 23 سنه، انا من على العربيه حوالي بقى لي 15 سنه، لان انا كنت بعمل كل اللي انتم شايفينه ده قدامكم، ده كنت بعمله كله في البيت، كان بخرج لي من البيت جاهز، انا اللي كنت بعمله. او الحمد لله انا براعي ربنا جدا 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 في الحاجه اللي انا بعملها، لان انا زي ما باكل الناس باكل منه انا وزوجي وعيالي. فطبعا الحاجه اللي انت بتاكلها انت لازم تاكل الناس منها زي ما انت بالظبط، عشان تراعي ربنا كمان، عشان ربنا يحاسبك لو عملت حاجه وحشه، برده ربنا يحاسبك فيها. فانا براعي ربنا في اكل الناس زي ما براعي ربنا في اكل بيتي بالظبط. بصي، هو عندنا هنا يعني ايه، في المنطقه هنا في ستات كتير جدا شغاله في المحلات، شغاله فاتحين قاعدين على فروشة خضار. في ستات كتير جدا ماسكه محلات هنا لوحدها، مش انا بس، يعني مش انا الوحيده اللي هنا في المنطقه. وفي مناطق كتير جدا برضو في ناس واقفه بعربيات اي حاجه في الشارع مع عيالها مع جوزها، مش انا بس، يعني انا مش ست وحيده هنا، في ستات كتير جدا جدا. وبعدين كمان انا كده كمان قبل ما اتجوز ابو عوف، انا برضو كنت شغاله قبل كده برضو في الشارع، بس كنت بشتغل شغلانه تانية غير الشغلانه بتاعتنا دي. زوجي مندوب سفريات، بيسفر عمال وجزارين، هو زوجي اصلا جزار، هو مندوب. لما كان بيسافر السعوديه طبعا كان بيسافر قبل الحج مثلا باسبوع باسبوعين ثلاثه كده، فطبعا انا كنت بوقف في المحل لوحدي، كنت بفتح المحل من الساعه حوالي الساعه 11 الصبح كده، كنت بقفل بعد الفجر، والحمد لله يعني ربنا كان بيقويني، ربنا كان معايا يعني الحمد لله. لا لا لا، الناس هنا كده، الناس هنا كلهم كده بيخافوا على بعض، مش من الناس اللي هي ما بتحبش بعضها، كلنا هنا بنحب بعض، والناس وكل الناس اللي هنا جيراني كلهم كانوا بيخافوا عليا، وكلهم كانوا محاجين عليا، وكلهم حواليا، يعني انا كنت يعتبر بنزل في وسط اهلي، ما كنتش واقفه بطولي، كنت في وسط اهلي بالظبط. الممبار، الممبار اهل حاجه بعملها هنا الممبار. سمعنا بقى ان في قصه خطوه بينك انت وتعالى بقى احكي لنا بقى انتوا مع بعض. انت متخيل ان انت بتعمل ايه يا عم؟ هو ده اللي من ضمن اللي راح يقدمه قصه الحب. لا ده المعلم ابراهيم عوض. هو عربيه النبي. انا ابو عوف يا حاج. امسك يا ابني. ايوه انا ابو عوف، جوز ام عوف صاحب المحل، وده ابن عم اللي هو كان سبب في قصه كبير. الحب هو ده اللي نهى قصه الحب وبداها بالجواز. المعلم ابراهيم عوف ده ابن عم الكبير. هنا كلنا عيله واحده، ده كله عيله واحده الحمد لله، عيله عوف ده كبيرهم ان شاء الله، كبير ربنا، ده كبير عيله عوف. يبقى ابن عمه في نفس الوقت اخويا الكبير، واحنا هنا اهل. المحل هنا قايم على الحب قبل اي حاجه، زي ما احنا قلنا برضو في الاعلان الاولاني، معاك فلوس تاكل ما معاكش فلوس تاكل، فاحنا سايبينها لربنا، ربنا هو اللي ونعم بالله، هو اللي بيجازي الكل ونعم بالله. الحمد لله رب العالمين. احنا يعني اهالينا هنا جزارين بقالنا 70 80 سنه، و
استاذه، بقول لحضرتك احنا هنا بقالنا اكتر من 70 80 سنه في المنطقه، واهالينا هنا ابا عن جدا جزارين. شكرا لك. دلوقتي بقى احنا هناخد في جوله. بيعمل ايه على العربيه هنا معوف؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ دي ايه بقى يا معوف؟ نعم. دي بتعمل ايه؟ ليها بقى طريقه معينه ولا ايه؟ هي بتتغسل كويس وبتتسلق زي اللحمه بالظبط، وبعد طبعا لما تطلعيها من الميه بتاعتها بتغسليها برده كويس، وبعد كده بقى بتتعجن. في حاجه معينه بقى بتحطيها عليها نكهه معينه؟ لا، زي ما بتعملي الشوربه كده، بتحطي الاول الحبايات في اللحمه، الكلام ده مع ده ايه بقى؟ منبار؟ ده منبار لحمه. ودي لحمه راس برضو؟ فشه. فشه؟ لحمه راس فشه. طب ما تحكي لنا بقى. احكي لنا طيب عن ام عوف شويه بقى.